اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. منذ يعني ان ظهرت كورونا كوفيد 19، منذ ان ظهرت الى الوجود هذا الفيروس، منذ ان ظهر الى الوجود وكل مختبرات العالم، كل وزارات الصحه في الدنيا، كل الهيئات الطبيه تبحث في إيجاد لقاح لهذا المرض، هذا الوباء اللي قضى على أعداد كبيرة من البشر في كل العالم، واللي أصيبت به ملايين الناس، عشرات الملايين من الناس أصيبوا به. الاقتصاد العالمي كله تأخر، الحياة كلها تعطلت، كل الدنيا تأثرت بهذا الوباء، هذا الفيروس الخطير الحقيقة، واللي يعني نسمع من الأخبار أنه طور نفسه وتحول إلى سلالة أخرى وسريعة الانتشار. وبالتالي أكثر من سنة مرت والناس تنتظر هذا اللقاح، وإذا باللقاح يطلع يخرج من أكثر من مكان، هناك لقاح صيني، هناك لقاح روسي، هناك لقاح أمريكي، والناس وهناك لقاحات أخرى، والناس بدأت كل الدول تستورد هذه اللقاحات بسرعة حفاظا على شعوبها لكي تلقح شعوبها بعد أن أجريت عليه التجارب، خاصة اللقاح الأمريكي واللقاح الصيني أجريت عليه تجارب كثيرة وأثبتت فعاليته، فبدأت الناس تستورد هذا اللقاح. وكثير من الدول الآن وصلت إلى عدد تلقيحات أكثر من 20 مليون و25 مليون و30 مليون و10 ملايين، وماضية في خطة للتلقيح سريعة لكي تلقح شعبها، وسقوف زمنية، والبعض منهم وضع يعني سقف زمني ينتهي في شهر نيسان القادم، ينتهي تلقيح شعبه كله مهما كان شعبه 80 او 90 مليون او 100 مليون، يلقحهم جميعا او يلقح 80% لكي يقضي على هذا المرض، لانه قضيه التباعد الان ليس لهم حل الا التباعد. في قضيه العراق الحقيقه قضيه التباعد لا تعني شيئا، لانه لا دوله هناك في العراق ولا هيبة لأي سلطة موجودة في العراق، والفقراء في تزايد، والكسبة يحتاجون إلى أن يخرجوا إلى العمل، إن لم يخرج الدولة لا تقف معهم، دول الدنيا تقف مع كل الكسبة، كل الشركات، كل المصالح الخاصة تساعدهم ماديا لكي يستطيعوا إيقاف عملهم ويتباعدوا لكي يقضوا ويقطعوا سلالة هذا الوباء الخطير. لكن في العراق يجرون حظر التجوال، هو حظر التجوال أمني وليس صحي، يعني يطوقون داخل المناطق، الناس تتحرك والأسواق مفتوحة وكل شيء مباح، وبالتالي أعداد المصابين تكثر. وبالعودة إلى استيرادات اللقاح، كل الدنيا مثل ما قلنا اهتمت بهذه القضية، هذه قضية مركزية وضعت لها أولوية في كل حياتها، تترك كل شيء وتضع أولوية لاستيراد اللقاح، لأنه أهم شيء في الدنيا هو صحة المواطن. قضيتي المهمة في حياة المواطن هي صحته وأمنه. نحن للأسف الشديد في العراق لا أمن للمواطن ولا صحة للمواطن، هذه قضية منتهية. نحن ليس لدينا، خاصة في بلد مثل العراق الآن بعد 18 سنة، كل البنى التحتية الصحية قد انتهت، مثلما البنى التحتية لكل مرافق الحياة قد انتهت، قد أنهوها تماما، لكن ليس لدينا مستشفى. آخر مستشفى بنيت في العراق عام 1989 في زمن النظام البائد مثل ما يسمونه، فآخر مستشفى هذه بنيت، لم تبنى مستشفى واحدة، لم يبنى مستوصف واحد، الأطباء يهاجرون لأنه ماكو فرص لاحترامهم، ماكو قوانين ترعاهم، ماكو هيبة للدولة، ماكو دولة ترعاهم وتحميهم، يقتلون ويعنفون وهكذا الأمور. يعني الحديث عن الصحة سيجرنا إلى حديث مؤلم جدا والكل يعرفه. لكن في قضية اللقاح هذا، قال وزير الصحة قبل ربما في شهر 12 الماضي عام 2020، قال نحن تعاقدنا على استيراد 17 مليون ونص جرعة من لقاح كورونا. طيب استبشر الناس خيرا، إذا 17 ونص جرعة يعني أكثر من نصف السكان، إحنا يعني ربما نصف السكان العراقيين نلقحهم. بعد أيام خرج عضو البرلمان، اعتقد هو من لجنه الصحه البيئه ماذا يسمونه، قال
انه نحن استوردنا 8 مليون، يعني اكد على استيراد 8 مليون جرعه تصل في نيسان، شهر نيسان، نيسان القادم يعني. اذا هناك اختلاف بين 17.5 الى 8 مليون. بعدها يعني في شهر شباط الماضي خرج وزير الصحه نفسه التميمي قال ان العراق نازل عن 17.5، هو يعني لا حديث عن 17.5 مليون لقاح ولا حديث عن 8 ملايين لقاح. قال نحن تعاقدنا، العراق تعاقد على شراء 3 ملايين و400 ألف جرعة تصل في نهاية شهر شباط. طبعا انتهى شهر شباط ولم تصل هذه الجرعة. طبعا التسريبات في الإعلام الحقيقة وهي كثيرة وتصدق، لأن الوضع في العراق بائس، لأن لا حكومة في العراق، لا سلطة في العراق، لأن الميليشيات هي الحاكم، لأن الجهل والأمية، لأن يراد للشعب أن يقتل ويموت. هذه الحقيقة، لذلك تصدق كل هذه الروايات. تسريبات إعلامية كثيرة تقول أنه لا وجود لأي تعاقد على أي لقاح، على أي كمية من اللقاح. هذه كذبة كبيرة. وربما يؤكد ما يؤكد صحة هذا الكلام انه المبالغ المخصصه للتعاقد على اللقاح موجوده في موازنه 2021 اللي هي الان يعني في مجلس النواب، ما زالت النقاشات حولها لانها لا تنتهي الا في مزاد المحاصصات. يعني تحدثنا عن هذا في حلقه سابقه، هذه الموازنه لا تقر الا بعد ان يعني يتحصصون فيها، كل من يأخذ مكسبة منها ويوافقون عليها بعد أن يشذبوها، وكل واحد يدفع المكسب لصالحه ويزيد مكاسبه ويوافقون عليه وتمشي. فلحد الآن المبالغ المخصصة لاستيراد هذا اللقاح غير يعني غير موافق عليها، غير مطلقة، وبالتالي استيراد اللقاح كذبة كبيرة. ما وصل إلى العراق الآن يتفاخرون إنه هذا أول مواطن عراقي يتلقى اللقاح، هذه كذبة كبيرة صورة، لأنه ربما واحد تلقى اللقاح لأنه الحديث جرى عن أنه المسؤولين وهؤلاء الذين في العملية السياسية هم الذين تلقوا اللقاح، والشعب متروك إلى الموت، إلى العذاب، إلى الأذية، إلى المرض، إلى مواجهة هذا الوباء الخطير. فلذلك تحدثوا عن هذه اللي وصل للعراق. نعم هناك 10,000 جرعة من لقاح يتبرأ من الإمارات العربية من الشيخ طحنون بن زايد لعمار الحكيم، وصلت هاي 10,000 وهم يتاجرون بها، لكن اللقاح لم يصل، وهذا أمر طبيعي في بلد لا يحترم مواطنيه، لا يحترم حياة المواطن، لا يحترم أمنه، لا يحترم حياته، لا يحترم رزقه، لا يحترم سيادته وحقوقه، ولا يحترم بلده، ولا يحترم وطنيته. فبالتالي أهل العراق يواجهون الفيروس بصدور مفتوحة، هكذا يمكن أن يقال. كل الدنيا، كل العالم، كل دول الدنيا تتجهز وتتحزم لاستيراد هذا، وصلت دفعات بالملايين لهذه الدول ووضعوا جداول، والآن يلقحون الناس. وفي العراق لا يوجد مثل هذا اللقاح، الكادر الطبي كله يواجه المرض وحده وببطولة وبتفاني ويعني منقطع النظير في ليواجهون هذا الوباء وحدهم، ويحاولون القضاء عليه يعني بأدوات أقل ما يقال عنها بدائية، لكن هذا ما يستطيعون فعله ويفعلونه، ويصاب الكثير منهم ويموتون بسبب هذا الوباء. وقت هذه الحلقة قد انتهت، أترككم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.